مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم نسولو الناس، وباقتراب عيد الاضحى المبارك موضوعنا اليوم هو الانساء المغربيات. فغادي نسولو العيالات واش الا كان الشرع كيسمح لكم انكم تذبحوا، واش تقدروا تذبحوا اضحيه العيد؟ بغيت تعرف كيفاش تفاعلوا معنا اللي نتابع. لا لان سبحان الله يعني النفسيه ديال المراه مختلفه على النفسيه ديال الراجل، هذه دي طبيعه الخلق ديال الله سبحانه وتعالى. فالمرأة شوية عاطفية بالنسبة لي أنا، يا ما نقدرش نذبح لأن كان شوية مع الحيوانات. لا ما نقدرش نشوف الحيوان مذبوح، لأن أنا ملي كنت صغيرة وأنا دائما كيبغيو يذبحوا الخروف كنزل ما كنشوفوش، لكن ولف هذاك الكبش. لا ما نذبحش ابدا، ماشي كلشي. عندي خالتي كتذبح، ما كنكذبش ولكن بصح كنهضر عادي بحال ما كيذبحوا جميع الناس، كتلبس اللباس ديالها الشرعي وكتذبح. لا ما كتخافش، لا مطلقه، لا ما كاينش، عايشه هي والبنات ديالها. بالنسبه لي انا لا ما كنقدرش نشوفو كيذبح، ما كنقدرش نشوف الدم. لا صراحه ما نحاولش، ما نقدرش نروح هذيك المناظر، وداكشي شويه كيخلع داكشي، علاش ما نقدرش؟ وداكشي ديال الرجال، داكشي خلي الرجال هما اللي كيقدروا على داكشي، حنا ما نقدرش. نقدر الا دعمت من بعد ان شاء الله نقدر ندير نجد نعطيهم. انت انا داكشي اللي محد اللي كنشوف كيشدوا ليا بعدا، وما يشدوا ليا ندوز قرجوطه هادشي اللي كاين. بعدا غادي نذكر الله بعدا ونقول بسم الله وداكشي صافي ونبدا. الحمد لله، والله الحمد لله، حتى شي صعيب على المراه وصعيب على الفتيات كامل بصفه عامه. عيد مبارك سعيد المغاربه كاملين والامه الاسلاميه كامله بدون استثناء. بالنسبه للموضوع، شوف انا شنقول للمراه بصفه عامه ما غاديش تقدر تذبح نهائيا، مادام وحده واش تخاف من شي حاجه سميتها سرق الزيت، فما بالك انها غتذبح. وحاجه اخرى عندنا الله او الشرع كان غيعطي المراه انها تذبح، او كان الله عارف ان المراه قادره ديرها كان غيسمح، مادام الشرع والله عارف ان المساله ما غاديش تقدر، فحتى مجرد تفكير راه ما يمكنش. وي نذبح بما انه مفروض عليا، نحقق الفريضه عادي نورمال، غادي نكبر وداك الشيء ونذبح. ايوا من القرجطه بطبيعه الحال، على منين بغيتي نذبحهم هكذا؟ لا داك الشيء ديال الرجاله، المراه ما عمرها غتكون دايزالها الذبيحه اصلا، يكون الراجل اللي كيصلي باش يحلل ديك الذبيحه. لا ما غاديش نقدر، وما نقدرش نمس داك الشيء نتعدى عليه من الدم ومن الله، حيت غتعذبوا الراجل غيعرف كيفاش غيذبحو وغيقدر عليه. المرة بحال اللي غتعذبو بحال اللي غدير جريمه، تمش داك الشيء. تقدر دير القديد، تقطع دير في الثلاجه، فهمتي؟ تقدر اي حاجه الا الذبح. لا الا الذبح انا الراجل ما تيعرفش، وما لقيناش الجزار واحد العام وقال لي غادي نذبحو، قلت ليه لا. تيجي لي زعما غيعرفني، واخا انت راجل ما عمرك ما ذبحتي ما تعداش على ديك البهيمه، تيجي انسان اللي كيعرف وغيقدر باش ما يعذبهاش. ايوا الشرع ما عطاناش انا نذبح، وما نقدرش انا نذبح، وانا اصلا بعيد على العنصر النسائي، راك عرفتي عنصر ضعيف ما غيقدرش على الذبيحه. واش غنقول لك؟ ايوا حتى انا امراه. لا راجل بلاصه ومراه بلاصه، هذيك الهضره راجل بلاصه ومراه بلاصه. لا نشوف الدم كلشي، نوقف نشوف كلشي، ولكن باش نذبح انا ما نقدرش، انا ما نقدرش. ورجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، كما تبعنا في النساء المغربيه تاكدوا انهم ما يمكنهمش يقوموا بهذه القضيه هذه، خاصه انهم ما كيقدروش يتحملوا يشوفوا الاضحيه كتذبح ولا يشوفوا الدماء ديالها. حتى ما بقى لي غنقول لكم حق نصات نهايتها، كنضرب لكم عندي في حلقه اخرى، تبقوا على خير.